اللي حصل معايا من ساعة ما جيت، من أول ما استلموني خدمة هنا في مجمع الطب هنا ولا أي مستشفى خاصة. دي أمانة، أمانة لوجه الله. قاعد مكاني إنهاء الورقة وأنا قاعد، أشعات، تحاليل، أبحاث تمت. في الآخر تعالى معايا اتفضل، تعالى لنا يوم الاثنين عشان تخش وتطلع يوم تلات الميعاد عمليتك. يوم الاثنين جيت له فعلا، طلع معايا الموظف المختص لحد هنا بعد مقابلة الدكتور تاني، وفعلا وزي يوم التلات الصبح الساعة 9 بالدقيقة تعالى للعمليات. الموضوع دي فعلا كانت بالنسبة لنا حلم عشان يتم الإنجاز اللي تم ده، وتم فعلا الحمد لله. وكان عندنا أمل من ساعة ما كان بدأ في موضوع فيروس سي، علاج فيروس سي، من ساعة ما كان بدأ فيه العلاج فيه بالكميات الكبيرة دي توقعنا ممكن يحصل حاجة زي دي. كنا نقول يا رب يحصل حاجة، يبص لحاجة زي دي. وفعلا الحمد لله خد باله منها الريس ونفذ. فرق كتير من ناحيه الاعداد اللي بيتم تنفيذها. انا عن نفسي كواحد بتابع عن طريق مثلا نشرات الاخبار، الارقام اللي بتنزل ارقام كبيره بتنزل. النهارده مثلا تم قد كده، النهارده تم قد كده، اجمالي اللي تم النهارده من عمليات الانتصار قد كده، ارقام كبيره بتتم. المفروض ان الواحد ما كانش يتوقع انها تحصل كده وبالسرعه دي. ربنا يشفي جميع مرضانا يا رب. احنا النهارده بنشوف أحد أهالينا الكرام موجود في مستشفى المجمع الطبي اللي موجود في طنطا. من يومين كنا بنشوف في المنصورة، أيام قبلها كنا بنشوف في مكان تاني وتالت. متابعة المرضى والحالات الحرجة اللي موجودة على مستوى الجمهورية مبادرة محترمة بالتأكيد من الدولة المصرية. فقرتنا دي مشاهدينا الكرام زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل متعلقة ببرضو الصين طلعت إزاي. الصين طلعت عن طريق المشروعات الصغيرة والمتناهيات الصغر، وطلعت أهالي من تحت خط الفقر بعشرات الملايين لفوق خط الفقر، انتشلتهم من هذا الخط المدقع. احنا بنتكلم عندنا في مصر في مكان أساسي لما بنتكلم على المشاريع الصغيرة والمتناهيات الصغر والمسؤولية الاجتماعية لازم نبص عليه بشكل مباشر، وهو بنك ناصر الاجتماعي. حلقتنا دي أو فقرتنا دي متخصصة عن بنك ناصر الاجتماعي. بيقدم ايه لاهالينا الكرام، لحضراتكم، من محدود الدخل او من اللي بيحتاج ان هو ياخد قرض من هذا البنك؟ تفاصيل اكتر من خلال ضيفي اللي بيشرفني في الاستوديو، الاستاذ احمد صالح رئيس القطاع المصرفي في بنك ناصر الاجتماعي. يا اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك. شرفني بالتأكيد. المشاهدين اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. انا يعني عندي طموح كبير قوي بالنسبه للبنك ده. البنك ده بيسلف او بيدي قروض لاهالينا الكرام ومسؤول عن المشاريع الصغيره والمتوسطه. تمام. فيعني كلمنا اكتر عنها، ايه اللي بتقدموه، ايه المميزات اللي ممكن اي حد عايز يعمل مشروع صغير، يفتح ورشه، يعمل اي حاجه، كويس، ممكن يتوجه لحضرتك؟ في البدايه انا احب اوضح ان بنك ناصر بنك اجتماعي واساس عمله المصرفي لخدمه النشاط الاجتماعي، وده منذ نشاته سنه 72. والتطور الطبيعي للبنك انه بدل ما بندي قروض نقديه فقط بدانا نتجه الى المشروعات، لأن المشروعات الحقيقة هي النمو الحقيقي، وهي اللي بتقدر ترفع الناس من مستوى معين إلى مستوى آخر. لأن لو دينا فلوس مهما دينا الفلوس بتخلص، لكن لما بدي قرض الفكرة. لما بدي قرض هتدي الواحد فلوس في ايديه ممكن حتى ما يعملش المشروع ويروح يصرفها في حاجات متعددة. فهو أو أسهل حاجة عنده أنه هو يصرفها في الاحتياجات القريبة بتاعته طبعا، ولكن لما بوفر له مشروع الحقيقة المشروع فيه استدامة، ويقدر يحوله من عدم قدرة ودخل قليل يقدر يزود دخله ويعيش عيشة أحسن هو وأولاده. بتتابعوه؟ ما هقول لحضرتك، إحنا بنك ناصر له باع في هذا الشأن من زمان، ومن خلال لجان الزكاة المنتشرة في مستوى الجمهورية، وكنا بنملك مشروعات اسمها مشروعات تمليك وسائل الإنتاج، وكان الحد الأقصى فيها 4000 جنيه، وده كان طبقا لأسعار زمان. دلوقتي الوضع اختلف شوية، فبدأنا نعمل مشروعات، والحقيقة الرئيس باهتمامه بالمرأة، هتكلم على مبادرة اسمها مبادرة مسطورة الرئيس في نوفمبر في الماضي. بدأنا النشاط لأن الرئيس أطلق مبادرة قدرها 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، شريك معانا أساسي للمشروعات للمرأة المعيلة اللي محتاجة بهدف رعايتها ورعاية أسرتها، إن إحنا نقدر نزود دخلها. حلو الاسم أصلا. طبعا يعني هو اسم ومعنى. لما نقص بدل ما يبقى اسمها غارمة يبقى اسمها مسطورة.
الحمد لله استتر طبعا من عند ربنا، بس في آليات على أرض الواقع احنا بنلتمسها علشان نبقى مستورين في الدنيا. فحلو قوي. هو اسمه ومعنى، هو فعلا يعني مش مجرد اسم بس. المبادرة لما بدأت البنك بدأ يصرف من 27/11/2017، احنا صرفنا دلوقتي 196 مليون جنيه. طب مين اللي استفاد؟ 196 مليون جنيه لكم أسرة؟ 12220 أسرة، وما زال الصرف مستمر. ده بالتعاون مع 12220 أسرة استفادت. بدل ما بتاخد إعانة، بدل ما بتاخد مساعدة، لا هي خدت القرض. ولما نتكلم نقول هو أنا بديها فلوس ولا مشروع؟ الحقيقة إحنا ما بنسلمش حد فلوس. في المبادرة دي إحنا بنجيب السيدة بنعملها بحث اجتماعي، ما بتروحش في أي حتة، هي بتجيب صورة بطاقتها وفكرة المشروع. بنبحث حالتها إذا كانت تستحق هذا المشروع لأنه مدعم تماما بدون أي فوائد، فنبتدي بمصاريف إدارية فقط. ومش كده وبس، ده إحنا عاملين تاني كده تاني، ما فيهوش فوائد، ما فيهوش فوائد، مصاريف إدارية فقط. القرض يعني هتاخد مثلا 10,000 جنيه هتردهم 10,000 جنيه؟ بناخد منها مصاريف إدارية فقط 3.5% في السنة. ما هي فايدة برضه؟ لا مش فايدة. الفايدة في سعر السوق اللي احنا فيه دلوقتي حضرتك شوف، يعني انخفضت أو زادت؟ لا لا، هي مش فايدة خالص. ليه؟ لأنها بتقابل حالات وفاة السيدة كمان. لو توفت احنا بنعدم القرض من المبلغ ده كنوع من التكافل الاجتماعي بين الأفراد، وبالتالي لا نلاحق الورثة، وده صيانة للأسرة كلها. يعني يشتغلوا ويكملوا في المشروع وما يدفعوش للبنك حاجة. وفي حالات توفت وعملنا معهم كده فعلا. طيب صندوق تحيا مصر بالتعاون مع صندوق تحيا مصر اداكم 250 مليون ده بمبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. منحة لا ترد؟ منحة لا ترد. فانتوا تستثمروا في المبلغ ده؟ استثمرنا في هذا اساسا المبلغ. البنك كان رأس ماله كام؟ بنك بدأ برأس مال 1.2 مليون جنيه سنة 72 مليون؟ حاليا 2.5 مليار جنيه. 2.5 مليار جنيه، شيء محترم. وده شيء نتيجة تطور وجهد العاملين والإدارة بتاعة البنك. ففي مكسب بيجي للبنك. المكسب الحقيقي من الأعمال المصرفية. تتحقق نتائج في الأعمال المصرفية، بنعمل مخصصات ونصرف على الشق الاجتماعي ونتحمل الفرق. لأن كل النشاط الاجتماعي لا يحقق أرباح. وهدي مثال لحضرتك. ليه ما 3.5؟ لا مش أرباح خالص. مش أرباح؟ هدي لحضرتك مثال. المودعين بيحطوا عندي ودائع وشركاء. بياخد كام عائد؟ انا عندي وديعتين، في وديعه مجمده 3 سنين 15% في السنه، ووديعه ثانيه تحت الطلب 12.5% في السنه. طب نقارنها ب 3.5، الفرق بيدفعه مين؟ بس ده يبقى باين اول فرق ان دي مش بس في مودعين بيجوا عندكم. طبعا احنا بنك بنتلقى الودائع وما بنحددش الفايده او العائد مسبقا، احنا ما بنتعاملش بالفايده. البنك يشوف نتائج اعماله في نهايه السنه، وفي نهاية السنة يشوف توزيعات وحقوق المودعين قد ايه. انتوا تابعين لوزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة غدا والي؟ معالي وزيرة الدكتورة غدا والي، وده بيشرف البنك لان اهتمامها بالنشاط الاجتماعي واضح اثره في البنك في المرحلة الاخيرة. احنا عاملين برامج اجتماعية كبيرة، في مساعدات لا ترد، يعني صارفين السنة اللي فاتت 41 مليون و200 الف مساعدات لا ترد. لمين؟ لواحد بيعمل عملية وعايز إعانة في هذه العملية، لواحد عايز مساعدة مرة واحدة بيمر. يعني المساعدات اللي بتخرج من وزارة التضامن الاجتماعي بتخرج عن طريق البنك؟ لا، جزء منها احنا لوحدنا بموازنة مستقلة. ده غير برامج الحماية اللي بتعملها معالي الوزيرة في تكافل وكرامة، ده موضوع تاني. طيب نبعد عن الكلام ده كله. انا يهمني القروض الصغيرة اللي انتوا بتدوها لأهالينا الكرام علشان يبقوا مستورين. تمام. بتتابعوها ازاي؟ يعني انا مثلا في مشروع سجاد خدت من حضراتكم دلوقتي 10,000 جنيه 20,000 جنيه، الحد الاقصى كام صحيح؟ 20,000. حلو، انا ماشي في الليفل مظبوط. 10,000 او 20,000 جنيه علشان اعمل مشروع سجاد او كليم، والمشروع انا مش ماشي مظبوط، يعني ممكن يخسر او انا بعمل حاجه غلط او مش بسوق كويس، انتوا بتتابعوا ازاي علشان انا ما اجيش في لحظه الاقي نفسي لبست في الحيطه لازم ارد المبلغ وانا مش عارف؟ قبل ما حضرتك تاخد القرض بنشوف قدرتك انت ايه، والمشروع ده يناسبك ولا لا، يناسب البيئه اللي انت فيها ولا لا، عشان نقدر نسوق المنتجات. يعني مثال، لو قلنا في الوادي الجديد الناس هتعمل مشروع لتعبئه التمور وتغليفها بشكل جيد وتبيعه، ده مشروع ماشي كويس جدا. ليه؟ لان المنتجات موجوده وهو جنبها يقدر يبيع. طبعا. لو قلنا في صناعه السجاد في الفيوم،
وتربيه الدواجن، مشهورين هم هناك بكده. تمام. فعندهم الخبره وعندهم القدره على التسويق. وعندنا احنا في بنك مصر لجان زكاه منتشره على مستوى الجمهوريه. لجان الزكاه. زكاه منتشره، عددها 3200 لجنه. دي بتغطي مصر كلها. دي بتساعد في تكوين المشروع للسيده المتقدمه. هو عدد العاملين في البنك قد ايه؟ العاملين في البنك لا يتجاوز ال 2000 موظف. لكن لجان الزكاة مش موظفينا. دول ناس متطوعين في عمل الخير. متطوعين بتتكون اللجنه باشراف بنك ناصر الاجتماعي. لكن بيتعمل عنهم استعلام امني واستعلام عن الذمه الماليه بتاعتهم. ايه الفائده اللي بتعود عليهم؟ تطوع فقط للخير ولا في ما هو مصر ماديات؟ قائمه على حاجتين، مؤسسات رسميه ومؤسسات غير رسميه. الغير رسميه نشاطها لا يقل عن الرسميه. بس باشراف جهات، يعني الجمعيات كلها تحت اشراف وزاره التضامن. يعني هم اشبه بالعمل الاهلي. مظبوط. لكن باشراف بنك ناصر الاجتماعي. احنا بنتابعهم وبنشوف مواردهم وبيصرفوها في المصارف الشرعيه وبيقدموا لنا ما يفيد ذلك. ارجع مره ثانيه للكليم والسجاد. نرجع لدول بقى. اللجان بتساعد، عارفه المنطقه وعارفه السيده، والسيده بتتقدم من خلالهم. بخليه هي تجيب صوره بطاقتها وبيناقشوها في قدرتها فقط. اتقدمت للبنك بالاوراق دي بندي لها المشروع. ما بنديلهاش الفلوس في ايديها. بنشتري لها اللي هي عايزاه. مثال، لو واحده بتعرف الخياطه عايزه مكنه خياطه. تجيب لها مكنه الخياطه. اجيب لها مكنه الخياطه واجيب لها المواد كمان اللي هتصنع بيها. مش كده وبس. اللي هي القمشه يعني؟ اه طبعا. وعندنا لجان الزكاه تقدر تسوق لها المنتجات. ايوه انت يعني وقفت عند الحته دي. ده مثال. انت جيت في الجول. اه طبعا. يعني مثال، احنا دلوقتي ايام مدارس. اه. طب ما هو في اللجان بتتبرع من اموال الزكاه بملابس لغير القادرين. طب ما هي بمكنه الخياطه دي تصنع الملابس بتاعت المدارس واحنا ناخدها نسوقها لها من خلال لجان الزكاه. يبقى هي ضمنت كل حاجه، ضمنت مشروع وهي تعرفه، ضمنت ان الانتاج هيتوزع، مش هتوصل لمرحله انها تلبس في الحيط زي ما حضرتك بتقول. مش هتعرف تسوق، لا هي في النهايه هتكسب. هتكسب. هتكسب طبعا. طب هتكسب ايه؟ في النهايه بعد القرض ما بيخلص سداده المشروع معاها بيكمل معاها مدى الحياه. وهو ده الاستدامه اللي احنا عايزينها. طيب استاذ احمد، انا عايز اقف عند الجزئيه دي واعرف اكتر جزئيه التسويق، لان اي مشروع في الدنيا لو انت ما سوقتلوش كويس هيقع، حتى لو حاطط فيه مليارات المليارات. ده كلام هيقع. فبالتالي الجزئيه دي مهمه جدا، اسمح لي استفسر عنها بشكل اوضح. بس ناخد فاصل. اوي اتفضل. مستمرين مع حضراتكم في الحياه في مصر بعد الفاصل ان شاء الله. ولسه مكملين حديثنا مع حضراتكم عن بنك ناصر الاجتماعي والجهود اللي بيقدمها لحضراتكم من اهالينا الكرام. واهم جزئيه وقفت عندها مع الاستاذ احمد صالح رئيس القطاع المصرفي في البنك هي جزئيه التسويق، لان البنك برضو مسؤول عن التسويق. وكنت بساله على لو معاك مشروع بمليار جنيه وما سوقتلوش كويس بالتاكيد المشروع ده هيخسر. فكلمنا اكتر وبالتفصيل على جزئيه التسويق لانها اهم شيء في الموضوع ده. مظبوط. احنا عندنا اللي بيحكم ان احنا نمنح القرض حاجتين، القدره والاستيعاب. يبقى في قدره من القائم عليه ان هو هيقدر يدير المشروع. تمام. طب لو ما عندهاش قدره ممكن احد ابنائها يكون عنده القدره ويساعدها. برضه مش هنحرمها من هذا القرض عشان تنميه للاسره ككل. ولكن الاستيعاب زي ما حضرتك قلت هو مهم جدا. طب ايه انواع المشروعات وايه التسويق بتاعها؟ كل منطقه ليها ظروفها. مثال، احنا عندنا في الشرقيه البنك صرف رقم 23 مليون. السيدات عملوا ايه؟ اللي في جزء منه مشروعات بقاله، دي مش محتاجه تسويق كتير. تمام. دي كل المنتج بيتباع. في ناس اشتغلت في الانتاج الحيواني، وحضرتك عارف ان ده ما بيقفش، كله بيتباع. في الانتاج الدواجن برضو المنطقه ما فيش حد ما بيشتريش. لجان الزكاه بتختار النوعيات مع البنك اللي تلائم المنطقه، يعني ما حدش هيعمل حاجه. في سيدات كل مشروع. انا عايز اقف عند حته معينه حضرتك ذكرتها وقلت لي ان في الشرقيه برضو في سيدات فضليات ممكن بيربوا مثلا. مظبوط. حيوانات او كده. لو لا قدر الله، وانا هنا بسال بقى على الدور الاجتماعي بتاع البنك، لو لا قدر الله، ربنا يحمي كل ثروتنا الحيوانيه بالتاكيد، لو لا قدر الله حصل مرض لماشيه معينه او كده وتوفيت، انتوا لازم تدفع هي الفلوس ولا تجيب؟ لا خالص خالص. في الحالات اللي زي دي في برضه لجان بتطلع وتتاكد من الحاله. أيوة. والبنك عامل مخصصات لهذا الشان. احنا مش بندي القرض عشان نخلي الست تبقى تحت طائله القانون، تبقى اسمها دي غارمه. غارمه خالص خالص، مفيش الكلام ده. لكن احنا بنرعى الكلام ده
والمفترض ان كل ده برضو في التطوير الجديد هنعمل تأمين على الماشيه في حاله ما يكون في ماشيه بيربوها. انما الدواجن امرها بسيط وسهل، والدوره بتاعتها بسيطه حوالي 45 يوم وتوزع انتاجها وماشيين فيها كويس قوي. وفي بعض السيدات، بعض السيدات بيتقدموا بيعملوا مشروع متكامل الثلاثه مع بعض، ثلاثه او اربعه او خمسه، البنك بيسمح بهذا. يعني ممكن خمسه يتقدموا ياخدوا ال 100,000 جنيه، ياخدوا ال 100,000 جنيه وبيقدموا دراسه جدوى مشروع كويس. ده بيساعدهم كويس قوي، واحده بتسوق، واحده بتشتغل، واحده بتقدر يعني القدره، ودي ممكن يعملوا مشغل مثلا، مشغل حصل كبير. ده حصل فعلا في حالات عملت كده وبنمنحهم، وده بيبقى ضمان ان احنا كل هدفنا مش مجرد قروض تقليديه. البنك خرج من الدور ده وبيهمه ايه هي قدره والاستيعاب. زي ما قلنا بعض المشروعات ما ينفعش واحد لوحده يقوم بيها، لكنها مهمه في المنطقه، فاذا ثلاثه اشتركوا فيها البنك بيرحب وبيقدم هذا المشروع للسيدات. طب لو في سيده فاضله من السيدات المعيلات اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي بيربوا اسره وعايزين يتواصلوا معاكم، يتواصلوا ازاي؟ طيب هو في البدايه هقول مين السيده اللي ممكن تاخد هذا القرض، يعني نعرفها الاول وظروفها ايه. احنا قلنا بالنسبه للسن من 21 ل 60 سنه، ده من 21 ل 60 سنه لها القدره على العمل، واذا كان ليست لها القدره برضه ولها احد الابناء لا يعمل ويستطيع انه يساعدها في هذا القرض برضه هنديه لها، لان هو الهدف هو حمايه اسره مش مجرد اوراق. طب الست برضه لو بتاخد تكافل وكرامه وبدا لشروط معينه ولادها اتخرجوا بدا يتوقف، لا ممكن ندي لها. طب بتاخد نفقه، رغم ان بنك نصر له دور في النفقه ممكن نبقى نتكلم عنه، الا ان لو بتاخد نفقه ما بتكفيهاش، تكفيش الاسره والعائل مش موجود في قضيه بينهم، لا ممكن نديلها هذا القرض برضه بهدف رفع مستوى معيشتها وانها ما تحتاجش حاجه من حد. ده غرض اساسي من القرض. لكن اي انسانه في العموم كده لا، لا ما هو برضه اي حد لازم شروط، اي حد غير قادر على انه دخله يكفيه حتى لو بتاخد معاش، بس المعاش لا يكفي. يعني الموضوع مش مطلق، مش معنى ان واحد عنده دخل ولا يكفي ان انا اقول عليه ده عنده دخل. انتوا مقسمين الدنيا بينكم وبين صندوق الاجتماعي للتنميه التابع برضه؟ لا هو حاجه تانية. هو بيدي مشروعات للشباب الحقيقه وله دور كبير جدا، لكن احنا غرضنا من المشروعات دي اجتماعي اكتر منه الشباب. يعني احنا يعني انتوا الاثنين بتخدموا على المشاريع الصغيره ومتناهيه، لكن احنا لينا غرض اجتماعي اكتر في الحته دي بالذات. ان احنا هادفين من خلال مبادره الرئيس للمراه دي، واحنا عايزين ان سيدات مصر يبقى في صيانه ليها ولاسرتها. يعني لو شاب ما يجيش لحضرتك؟ لا الشاب له حاجات تانية اقدر اعملها له. زي ايه؟ لا بنديله قروض. بنديله قروض، يقدر هو ياخد قروض عاديه. طيب القروض الفايده بتاعتها 3.5 برضه ولا؟ لا لا في قروض استثماريه عاديه. عاديه. بس احنا ما فيش فايده عندنا في البنك، احنا كل شغلنا بعائد، سواء حتى لو حضرتك حطيت وديعه عندنا او اي حد، ما بنحددلكش العائد كام. ما بنحددش العائد كام. حضرتك بتتقدم بتيجي اخر السنه تتفاجئ ان احنا اعلى من البنوك كمان. من خلال نتائج اعمالنا احنا بنوزع على حسب نتائج اعمال البنك مش العكس. انت مش بتحدد فايده معينه. لا خالص خالص خالص، عائد برضه مش هنقول فايده. ماشي. يعني قانون انشاء البنك هو اصله كده. وعضو لجنه استثمار عندنا فضيله المفتي، واي منتج بننزله لازم يراجعه. فبنتكلم على الفايده. على العائد. على العائد بقى هنتكلم عن العائد ده. انا مركز معايا الفايده. لا خلينا على العائد. العائد اللي هو متغير. متغير. مش ثابت. تمام. وده خلى اللي عنده رغبه يحط ودائع في البنك هو عارف انها ناتج اسلامي ومرتاح نفسيا وكل حاجه كويسه بالنسبه له. توصل كام للشباب؟ احنا مش للشباب، احنا بنتكلم على العائد الودائع. انما القروض الثانيه بتوصل 11%. 11%. 11%. بس هي مرتبطه بالعائد، بمعنى انا حسب اموال الوعيين بديهم كام، هو دائما في علاقه بين الاثنين، بين انا مثلا دلوقتي يا فندم جاي لحضرتك وعايز افتح دكان حلاقه، حضرتك عايز اعمل اي ورشه. 11%. 11%. 11%. لكن لو جيت تحط لي وديعة هديك 12.5. طبعا كلام جميل جدا. طبعا. طيب في دي برضو هل انت ممكن تساعدني في التسويق ولا بتسيبني انا اخد القرض وانا؟ لا القروض الاستثماريه لا، مفيش حد بيساعد حد تسويق نظرا للعدد الكبير والكم الهائل من العملاء، ما حدش يقدر يتابعهم. عدد كبير. طبعا ما شاء الله. احنا عدد يعني في اقبال عليكم. وانا بقول لحضرتك بدانا ب 1.2 مليون. احنا وصلنا بمجلس الاداره وبنك بيانو، احنا عندنا شخصيه مصرفيه بتدير البنك مع معالي الوزيره دكتور شريف فاروق، ده جاي بيطور البنك بشكل هائل. ونسبه النمو في السنتين الاخرانيين
البنك طالع يعني عندكم جزء مصرفي عادي خالص اللي هو القروض بتاعت الشباب، وفي جزء اخر بقى اجتماعي وهو المؤثر في الاجتماعي. وبقول لحضرتك احنا بناخد نتائج اعمالنا الجيده، بندي منها اعانات ومساعدات لا ترد. لمين؟ للي عايز يعمل عمليه، للي عايز يجيب جهاز، واحد معاق وعايز يجيب جهاز يساعده في الحركه بنساهم معاه. ناس بتعمل عمليات بنساعدها، الناس عايزه مساعده ماليه، لان مهما قلنا هندي قروض للناس او نديهم. طب مين اللي ممكن يفيدني يا فندم على ان انا لو عايز اعمل مصنع مشابك صغير، ورشه يعني لانتاج المشابك الخشب او البلاستيك، او افتح دكان معين او افتح مجال معين؟ مين اللي ممكن يساعدني في ان انا اقدر اسوق؟ مش بجيب لك مشروع، في فرق بين حاجتين. المشروعات اللي احنا اتكلمنا عليها دي مشروعات صغيره، انا بسلمها مشروع عشان اضمن اليه للسيدات انها تحافظ في استدامه وفي انتاج على طول. انما اللي بيجي حضرتك عايز تتقدم للبنك، بتاخد قرض نقدي وبتقدم مشروعك، وانت مسؤول عن نفسك. مش مسؤول عن نفسك، ما هو في دراسه جدوى بيقدمها وعارف بيعمل ايه. لكن المشروعات الثانيه المقصد ان مفيش متابعه، يعني انت خلاص بعد دراسه الجدوى والموافقه على القرض بتاعك، المتابعه في جهاز المشروعات الحقيقه له الشغل اللي حضرتك بتقول عليها، كنا بنكمل بعض. هو بيركز على المشروعات، مشروع بيقدم دراسه جدوى ويتابع الناس ويدربهم، ده جهاز المشروعات. انا بتكلم ليه كده؟ لان الصين اللي زي ما كنت بتكلم في الفقره اللي فاتت، الصين ابتدت بالشكل ده، ان قريه معينه مسؤوله عن صاموله، انها تعمل صاموله ما لهاش علاقه باي حاجه تانية. صاموله بقى تتجمع على صاموله تانية، تتجمع على شيء معين، يعملوا في الاخر العربيه، بس المهم ان القريه دي مسؤوله عن الصاموله. ده التوجه قريه جديد. مسؤوله عن كلام حضرتك صحيح. مشبك، ده التوجه الجديد للبنك، لكن لسه المنتج لسه ما طلعش. احنا عايزين نحول كل القروض النقديه لمشروعات الحقيقه، لان التنميه الحقيقيه مش ان انا ادي فلوس، الفلوس بتخلص. وزي ما قلت لحضرتك ال 100,000 وال 200,000 في ايد الانسان بيفكر زي ما هو عايز، حتى لو قدم مشروع لكن ممكن يستخدمه في اللي هو عايزه. لكن المشروعات لها آلية تانية خالص. المشروعات في عقد بينه وبين البنك انه هينشئ مشروع، ويحق للبنك المتابعه والتاكد ان هو بيكمل المشروع. وهدي لحضرتك مثال، احنا حاليا هنمول الحضانات ان شاء الله، وده من ناحيه التعليم مهم جدا لاولادنا. بس طمني بس يا استاذ احمد، اتفضل. انتوا بتمولوا قهاوي؟ لا الله عليك. لا لا على فكره كفايه قوي اللي موجودين، يعني لا لا مش كده بس، احنا عندنا فائض في القهاوي. لا ده انا هقول لحضرتك، اي احنا بعض الانشطه ما بنجيش يمتها خالص. مثال، لو في سوبر ماركت بتقدم مياه غازيه ممنوعه زي بيره او غيره، لا يمكن اديله قرض. تمام، لو رحنا عملنا معاينه ولقينا عنده الكلام ده ما ياخدش قرض من عندنا ولا نتعامل معاه. ما ينفعش نساهم، احنا بنساهم في شركات، ما ينفعش نساهم في شركه بتعمل مشروبات كحوليه. ما هو بنك اجتماعي اسلامي. طبعا محظور ان احنا ندخل في الكلام ده. عين المفتي موجود حتى لائحتنا فيها كلام، وفضيله المفتي الدكتور شوقي اعلام حريص على الكلام ده، وهو عضو مجلس اداره في البنك برئاسه معالي الوزيره ومهتم بده. فبالتالي ده ما ينفعش. لا يمكن. لكن القهاوي والكافيتريات والكافيهات وكده ما نرجع بيها خالص. ما لكوش دعوه خالص. احنا عايزين تنميه حقيقيه. هو ده. يعني حضرتك السيده اللي بتعمل انتاج حيواني، احنا صرفنا في الانتاج الحيواني في القروض دي 86 مليون. ال 86 مليون دول ما هو ناتجهم على المجتمع، خفض الاسعار. مش ممكن تزودوا المبلغ شويه؟ ما هو الشريحه الاولى 250 مليون. يعني شفت دلوقتي حتى يعني لو في بقره ولا في اي حاجه، شوف السعر وصل لكام دلوقتي. بس الشريحه الاولى 250 مليون جنيه. لكن سياده الرئيس ان شاء الله هيدعم البنك تاني بمبلغ اكبر ان شاء الله. مستنيين دعم من الرئاسه. طبعا. طب ما انتوا عندكم الكام مليار اللي حضرتك قلت لي عليهم؟ ما هو احنا بنساهم بحاجات اجتماعيه اخرى، لو حضرتك في وقت هنتكلم عليها هتلاقي اسهامات البنك كتيره في برامج الحمايه الاجتماعيه بشكل فعال. يعني يعني انتوا خدتوا ال 250 مليون اللي جولكم من للجزئيه دي بس، صندوق تحيا مصر. للجزئيه دي. لكن البنك له انشطه كتير. طب ما تفرضوا ان ما كانش جالكم المبلغ ده ال 250 مليون، كان دوركم الاجتماعي هيروح ازاي؟ احنا شغالين وكنا بنشتغل في مشروعات تمليك وسائل انتاج، بس مش بالحجم ده. كان الحد الاقصى 4000. طب ليه؟ لان من موارد البنك اللي المفروض انا بدي جزء منها من نشاطنا المصرفي بوجهه للاجتماعي. مش كده وبس، قلنا بندي اعانات وبندي. وعلى فكره نفس السيده دي قد تكون بتتعامل مع البنك بتاخد نفقه. انا بصرف نفقه بديلا عن الزوج. يعني في صندوق الاسره احنا البنك بيتولى. ملهاش علاقه، انتوا بتفصلوا ما بين الاثنين. تمام. هي من حقها تاخد هنا وتاخد هنا طالما تستحق. مفيش مشكله عندنا. ايه المشكله يعني في الاخر، انا فاضل لي دقيقه بالظبط، ايه المشكله اللي ممكن تواجه اهالينا الكرام اللي بياخدوا من عندكم وحضرتك عايز تدي لهم رساله في الاخر؟
والله هو الرساله اذا تعثر او احتاج تمويل يجي لنا، بس احنا بنتابعه، لكن اذا احتاج حاجه يجي للبنك على طول، احنا مستعدين ان احنا نساعد معاه لو تعثر او احتاج تمويل يجي لكم. مظبوط. لكن سيدات مصر على فكره بالمناسبه احنا في هذا البرنامج جدعان قوي، يعني واخدين القروض وبيسددوا. مفيش متاخرات، لدرجه ان احنا مولنا في حلايب وشلاتين، لو حضرتك تعرف منطقه طبعا صعبه شويه، لكن ما شاء الله عملنا 71 قرض كلهم بيسددوا. والله شلاتين قروض وكلهم قايمين على برضو المنطقه، مشروع تربيع ماعز واغنام ودواجن، وكلهم منتظمين في السداد. كل التوفيق يا فندم، يعني في الفتره اللي جايه دور مهم بالتاكيد في دعم اهالينا الكرام وكمان في التنميه، لان احنا زي ما كنا بنضرب طول النهار المثل بالصين في هذا الامر، فلو عايزين نتطور هنمشي على خطى الصين، فالصين بدات بالمشروعات متناهيه الصغر والصغيره، فده شيء محترم للغايه. استاذ احمد صالح رئيس القطاع المصرفي في بنك النصر الاجتماعي، شرفتني يا فندم. شكرا لحضرتك استاذ المشاهد. شكرا جزيلا. الشكر كمان موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، بشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعه. هذه تحياتي كمال ماضي، في امان الله.